السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ترينك، ده موقع للبحث العلمي، بيعمل أكثر من حاجة. من ضمن الحاجات دي مثلا إن هو يصلح لك الأخطاء اللغوية، لو في أي حاجة في الجرامر يصلحها لك. لو أنت عايز تعرف البحث بتاعك ينفع يتنشر في أي مجلة بحث، يبدأ إن هو يفحص لك ويقول لك أسامي المجلات اللي أنت ممكن تنشر فيها البحث بتاعك. ممكن يديك طرق بحث او advanced writing types، يديك نصايح ان انت تكتب بطريقة افضل. طيب، من ضمن المواقع اللي هو بيتعامل معاها مثلا هارفورد و MIT، سانفورد يونيفرسيتي، كالتك دي اللي كان فيها الدكتور احمد زويل الله يرحمه، ودي اللي هو بيقولك ان هو بيتعامل مع كل انواع العلوم، فمنها مثلا الانجينيرنج، البيولوجي، الميديسين وهكذا. دي موقع واخد فيها تقييم تقريبا كله 5 من 5 او قريبة من هذا. تمام، ممكن تسطبه كمان في المتصفحات اللي هي كروم، فايرفوكس، وايدج، وممكن تسطبه جوه الوورد، ام اس وورد، سواء ويندوز او ماكنتوش، وبرضه متصفح اللي هو سفاري. طيب، خلينا نقول له احنا عايزين ندخل بالحساب بتاعنا. هو هنا بيقول لك ارفع ملف من عندك، تمام، نيو فايل، او ده مثلا مثال لو انت مش فاضي ان انت تفتح حاجه. تمام، تعال نقرا الحاجه. هي هو يبدا يجيب لك الاخطاء اللي موجوده، ويبدا ان انت يجيب لك التصليحات بتاعتها. وهنا مثلا بيقول لك ركز على الدوكيمنت تايب. تمام، هل هو جنرال ولا اكاديميك؟ طب احنا عايزين اكاديميك، فيبدأ يركز على موضوع الاكاديميك شوية. طيب، الموضوع ده عبارة عن ايه؟ كل ده عشان يديك اقرب حاجة للي انت عايزه. وجايب لك بقى مثلا ايه، ده هنا مثلا انت مستخدم كلمة اون 1984، دي السنة اللي اتولدت فيها. بيقولك لا، مع السنوات هنكتب مثلا ان. هنا كاتب انت this، لا ده دي جمع، فالمفروض تاخد this وان سام ان، وهكذا. بيبدأ بقى يديك النصايح، فلو واحدة فيهم صح خلاص بتبدأ ان انت ايه تختار اللي انت عايز تصلحه. وهكذا. ودي طبعا جرامر، بارجراف، و تشيكينج، بابليكيشن تشيك. تمام، طب انت عايز اني جورنال؟ طيب يور تارجت جورنال نيم هير. تمام، يبدأ يفحص لك حاجة خاصة بيها، بالحاجة اللي انت عايزها. عنده برجريزم تشيك، هل الكلام دوت متاخد من ابحاث ولا لا فعلا انت اللي كاتبه. تمام، فدي بتبقى مهمه، بس ساعات بيحصل تشابه مثلا او في كذا، فبيبدا يقول لك اعد صياغه الجمله. تمام، وعندنا خاصيه حلوه قوي اللي هي جورنال فايندر. تمام، طيب ده عباره عن ايه؟ يقول لك الجورنال الانسب ان انت تنشر فيه الكلام ده. طيب خلينا نشوف لك جورنال فايندر. طبعا الموقع بفلوس، لكن النسخة المجانية بتاعته ليها قدرات معينة تقدر ان انت تشتغل بيها. تمام، يعني خلينا ناخد الكلام ده ونحطه هنا، او يعني نلخص البحث بتاعك وتقول له سيرش جورنال، هتدي له ابستراكت، فهو يقول لك انسب حاجات ممكن تنشر فيها ايه، يجيب لك مثلا افضل مجلات عالمية الرينك بتاعها عالي، اللي لو نشرت فيها البحث دوت هتقبل على طول، لان انا اشرح حاجه زي كده. تمام، هتقول له بقى فيو ريزولتس، يبدا بقى يجيبها لك، وتبدا تقول له انا هتعمل فلتر مثلا ان هو جاب لك نتائج كتيره. مثلا دي اول حاجه كي ان اي سوشيال ساينس، اللي بعدها جورنال اوف بوليتكس، وتبدا بقى تختار كل واحده فيهم تقدر تدوس عليها، وبيجيب لك ابحاث مشابهه، فدي ممتازه ان انت تشوف الابحاث المشابهة بتاعك. فموقع كبحث علمي ممتاز، بيعمل أكتر من حاجة.
واحنا شغالين على نسخة فري. طب النسخة بفلوس بكام، بحيث لو انت عايز تشوف؟ فبيقول لك انت دلوقتي النسخة بتاعتك الفري دي هيفحص لك كل شهر 5000 كلمة، ويعد لك صياغتهم وكريدت كم نقطة وبالريزم تشيك. تمام. يقول لك بقى لو انت دفعت فلوس مثلا $7 في الشهر، يبقى كده طبعا انت ممكن تخليها مثلا في الشهر اللي انت تنشر فيه تشترك بس، فيصلح لك البحث كله ان شاء الله. فده من الابحاث الكويسة. لو حد عنده برضه ابحاث كويسة يا ريت تكتبها لنا في الكومنتات. ودي بعض الابليكيشن او بعض التطبيقات اللي تبع الموقع تقدر انت تجربها.